هما اتأخروا ليه كده؟ المرسال قال لي ان هما جايين في العشية. اهم وصلوا يا ريس، هنعمل ايه دلوقت؟ اصبر يا شعيب، اصبر لما نشوف التعبان ده ناوي على ايه. ادينا جينا، هو ده المطرح اللي قالوا لك عليه، فين هما؟ معرفش يعني، بس نقفوا شوية نستنوا يعني. نقفوا شوية نستنوا؟ اها القادة تبرز هناك اهو فوق الحصان. ايوه هو بشحمه ولحمه وغباوته وشكله العفش. اسكت انت، ها اما نشوف هنعمل ايه دلوقتي. في حاجه غريبه. حاجه ايه؟ دول مش موجودين. امال فين اللي كانوا هيستلموا رجالتهم؟ ايوه كلامك زين يا كبير، يمكن يكونوا متضاريين هنا ولا هناك. اسكت انت دلوقتي. انا اروح اتاكد بنفسي. ها اسكت انت دلوقتي، انا اروح اتاكد بنفسي. ها بص يا ريس، بص رجالتنا مش معاهم. وهو ده اللي انا كنت عامل حسابه. فخر ما كانش ناوي يرجع الرجاله، فخر كل همه تمراضه وبس. بينا رجاله ننفذ اللي اتفقنا عليه. يلا مفيش وقت. عملها زعفران، عملها. جابنا هنا عشان نفض المطرح هناك في الدرك. مش هعديها لك على خير يا زعفران، مش هعديها لك على خير ابدا. يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ امن المكان هنا انت والغفر، وامني الحال دلوقتي. انا رايح على الدرك. عملها زعفران. يا رجال ما تقتلوش حد، وتعود دم وسع. يا فراس انتهوا يا رجاله.